حاله من السعاده بيعيشها كل جمهور الزمالك النهارده بعد الفوز على جورماهيا نتيجه 4-0. نتيجه كبيره النهارده بتخلي جمهور الزمالك كله في حاله من الاحتفالات القويه جدا في استاد برج العرب. طبعا خلينا اكلمكم على كواليس لقاء النهارده. في البدايه بقى كده شيكابالا اللي كان حريص اللي هو يبقى متواجد النهارده في مدرجات برج العرب، جمهور الزمالك استقبله باستقبال حافل جدا، كل الجمهور هتفله بشكل قوي. اول لما دخل المدرجات كانوا حريصين جدا ان هم يتصوروا معاه، لكن النهارده بقى احد مشجعي الزمالك اللي هو ضرير طلع شيكابالا مخصوص كده من ارض الملعب عشان يطلع ويتصور معاه. كان باين اهتمام جمهور الزمالك بشيكابالا وهتافهم قوي جدا ليه النهارده. النهارده بقى كل جماهير الزمالك اول لما نزل كهربا ارضيه الملعب كانوا حريصين جدا ان هم يعملوا معاه معاهده صلح كده في اول يعني مقابله ما بينهم بعد واقعه الباص. كان هدفه شيكابالا الكهرباء بشكل قوي جدا، كهرباء راح لهم كده يعني وحياهم، وكان باين اللي هو سعيد جدا بهتافهم ليه. لكن كهرباء بقى النهارده هو اللي كمان استقبل شيكابالا بطريقته الخاصه كده، شاور له وعمل له يعني قال له قلب كده وهو في المدرجات شيكابالا، وقال له قبلك بعد الماتش. يعني كانت النهارده الاجواء قويه جدا قبل انطلاق اللقاء، هتافات مستمره من كل الجماهير لكل لاعبتهم من قبل انطلاق اللقاء. النهارده كل جمهور الزمالك دخل معظمه داخل يعني حوالي الساعه 8 وربع على غير المعتاد، دخلوا كده مجموعه واحده. لكن الاجواء اتغيرت جدا بقى في المدرجات اول لما جه الجول الاول للزمالك. جروس النهارده كان باين عليه السعاده القويه جدا بعد الجول الاول، احتفل بشكل قوي كل دكه الزمالك احتفلت بشكل قوي جدا. الدنيا بقى بدا جمهور الزمالك يهتف للاعبتهم كده من وقت للتاني لحد لما جه الجول الثاني اللي احتفلوا بيه بشكل قوي. وباما بقى كان حريص النهارده اللي هو يروح يعني يحتفل مع كهربا كده على طريقته الخاصه. كل جمهور الزمالك يعني شجعت فرقتها بشكل قوي. اول لما انتهى الشوط الاول كل الجمهور هتفت للاعبتها وهم خارجين ما بين الشوطين، رجاله رجاله. كان باين ان الجمهور عاجبه اداء لعيبته في الشوط الاول، وده بقى اللي كان ظاهر الشوط الثاني اللي هو مش عاجبهم الاداء. جمهور لعيبه الزمالك يعني ادائهم تراجع الى حد كبير في الشوط الثاني، بدا جورمايا يضغط. لكن اول بقى كان باين التوتر القوي جدا على امير مرتضى اللي كان قاعد في المدرجات، كان باين عليه الخوف، وكان باين برده على كهربا اللي كان واقف كده من وقت للتاني وهو بيسخن، كان باين عليه التوتر القوي جدا. لكن اول لما جه الجول الثالث بقى للزمالك حاله من السعاده القويه جدا اللي كانت على المستشار احمد جلال وامير مرتضى، احتفلوا بشكل قوي جدا. شيكابالا بقى قام كده وكان باين عليه السعاده القويه، وكان باين اللي هو سعيد جدا بعد الجول الثالث والارتياح اللي عمله الجون بقى. شيكابالا بعد الجول الثالث على طول غادر، كان باين اللي هو مش عايز وكان عايز يتفادى الزحمه بتاع الخروج. اول بقى لما جه الجول الرابع حاله من السعاده القويه جدا جدا اللي كانت باينه على كل جمهور الزمالك النهارده، احتفالات في كل ارجاء المدرجات. لكن النهارده بقى حميد حداد لاعب الزمالك وهو خارج كان حريص ان هو يبص لزوجته كده اللي كانت متواجده في المدرجات ويعني يضحك لها ويشاور لها كده وهو خارج. كان باين ان جمهور الزمالك كله سعيد بالنتيجه، وده اللي ظهرت على اللعيبه بقى اول لما انتهى اللقاء. كل جمهور الزمالك هتف لعيبته بشكل قوي جدا، عدد من اللعيبه كده راحت وقلعت تيشيرتاتها وادتها للجمهور، اللعيبه كلها خارجه في حاله من السعاده القويه جدا. النهارده بقى جمهور جورماهيا كان برده بعد انتهاء اللقاء يعني هتف للاعيبته وسقف لهم كده رغم النتيجه الكبيره اللي حققها الزمالك فيهم النهارده. الامن وقف جمهور جورماهيا لحد لما يخرج كل جمهور الزمالك. طبعا النهارده مليون مبروك للزمالك على تصدره مجموعته الافريقيه في المركز الاول، وهارد لك نادي جورماهيا.